حلقة النهاردة احنا هنعمل محشي، بس مش بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. هنعمل محشي بلحمة السجق، اللحم المتبلة بتاعت السجق. في الوصفة التانية اللي عايز اعملها لكم النهاردة هجيب مانجا بدري شوية عشان عندي واسطة، وهوريكم ان هي نعملها بطريقة مختلفة ناكل بيها سمك. اهلا بيكم في حلقة جديدة في مطبخ 101. الوصفة اللي احنا هنبتدي بيها النهاردة ما فيهاش مكونات كتير، مش مزود بقى فيها بصل وتوم ومش عارف ريحان وورق الشجر اللي جاي من الشارع اللي ورا البيت شمال. لا، احنا انا بستخدم حاجات الطعم والتتبيلة منه. فيه المكونات عبارة عن ده بتاع الكائن العجيب ده. ده كان سجق بلدي في يوم من الايام، وشلنا منه الجلد بتاعه قبل ما يتطبخ طبعا، وده اللي بقى معنا المنظر. ليه بستخدم السجق البلدي؟ لان السجق البلدي فيها تتبيلة محترمة وطعم احنا كلنا يعني واخدين عليه، تمام. فلما احطه مع بقية المكونات، شوية زيتون ولسان العصفور يدوب اتحمص في شوية زيت وبعد كده اتسلق والفلفل، يبقى ان احنا بنتكلم في مجموعه من النكهات مألوفه جدا بالنسبه لنا. ده شويه مرقه فراخ. طيب احنا ازاي نوصل من هنا، من المنظر اللي احنا بنشتري الفلفل كده لده، ازاي؟ سكينه، تمام، او معلقه، بس يعني لو معلقه هتتعبوا جدا، تمام. هتفتحوا، تمام، الراس من غير ما اقطع كله، يعني انا ما خدتش سلايس، انا يا دوب فتحت السكينه وبعدين مشيت الايه السكينه على الحروف على الحرف. بعد كده همسك الراس ده يعني هتنيه كده، او هجيبه هبرمه يعني هلفه كده عشان يطلع معايا القلب بالمنظر ده. اللي جوه فيه شويه بذر ومش عارف ايه وبتاع، ده تنظيفه سهل. نيجي عند يدوب نمسكه كده ونطبل عليه، هنلاقي ايه البذر كله بينزل. ما بقاش بس ان احنا ايه نشيل الحاجات الصغيره، البيضه دي نشيلها بسكينه صغيره، تمام، وننظف وخلاص، تمام. بس اهو ده سهل جدا، يعني مش مشكله قوي يعني، تمام. لو اتبقى مثلا بذرتين ثلاثه شغال. البذر في الفلفل او في عائله الفلفل عامه، يعني هي دي اللي بتشيل المركب اللي اسمها كابسايسن. كابسايسن هي دي اللي بتدي الطعم اللي هو الشطه، يعني ليها كذا استخدام، مش بس في الطبيخ. ده بيتحط في القنابل المسيله للدموع عشان تسبب دموع. يعني احنا مثلا لما بتاكل فلفل ايه اللي بيحصل لك؟ بتقعد تعيط، مش عشان انت متأثر مثلا او لسه شايف فيلم، لا، عشان الموضوع في فلفل، في كابسايسن. طيب وصلنا للمنظر اللطيف ده. ناخد طاسة سخنة نحط فيها شوية زيت. انا عايزين نعتبر ان لحمة السجق عبارة عن زي لحمة مفرومة، وبالتالي هنعصج الشباب شوية، تمام. انا شلت منه الجلد ليه؟ عشان انا مش عايزه يحتفظ بالمنظر الايه الصوابع دي، عشان اقدر اعرف اعمل لها حشو جوه الفلفل. خلينا نعلي النار على الاخر بقى هنا. المرحله الثانيه الزبده لا زبده ولا زبيب، زيتون. ده هنفرمه بس ايه طو حلقات. ده مخلي، لو ما عندكوش زيتون مخلي هتعرفوا تعملوا تخلوا البتاع ده ازاي، بس انا ده هقطعها ايه حلقات. جميل، يعني هشغل نفسي والبتاع ده. لا، الريحه تحفه. طبعا انتوا هتوصلوا لمرحله في اثناء متابعه الوصفه دي. طب انا عايز اجرب حاجه، متهيألي الوصفه دلوقتي على الشاشه هنا في المنطقه دي، احتمال نكون غلطان وبشاور في الهواء، بس يعني نجرب برضو. في الوقت ده طبعا احنا بنشغل نفسينا، بس انا جت بتجيلي طبعا فكره وهتجيلكوا
وانتوا شامين ريحه السجق اكيد هتقولوا طب ما اجيب بيضتين كده اكسر عليهم وخلاص ورايح دماغي. ماشي تمام اعملها، بس انت ساعتها مش هتعمل وصفه، يعني انت كده بتعمل حاجه بتاعتك يعني انت تمام. فنلتزم بالوصفه شويه. التوابل اللي داخله هنا يعني انا دلوقتي لو هحلل او مش هحلل يعني او يعني لو هفكر في النكهات اللي انا شممها، انا شم من اكتر الروائح اللي انا شممها ريحه قرنفل. يعني القرنفل في السجق البلدي من التتبيلات من مجموعه التوابل اللي بتضاف على السجق اللي بتديها الطعم الايه المميز بتاعها تمام. طول ما احنا شغالين احنا عايزين ايه بظهر معلقه خشب او يعني سباتشولا او اي حاجه كده، بس ايه نحاول نخليها منظرها مش صوابع تمام، عشان يبقى منظر عامل زي لحمه معصجه، لحمه مفرومه. لو مفيش سجق مش عايزين نجيبوا سجق، هاتوا لحمه مفرومه وحطوا عليها شويه توابل، قرنفل مطحون، ملح فلفل طبعا، سنه جوزه الطيب، ممكن نديها برضو شطه، سنه شطه كتير بس، ممكن ثوم وبصل والحركات اللطيفه دي تمام. ده لو ايه مفيش سجق او مش عايزين تشتروا السجق. نكمل بقى في الايه في الزيتون. ناخد الزيتون بقى اللي احنا قطعناها نرميها جوه، ايه مش هنحط كتير، بعد كده ايه بالمعلقه الخشب او سباتشولا نكحت شويه ايه ونطلع البهريز دي كلها. طبعا هتسهل علينا في التنظيف كمان، مش هنقعد نغسل بقى بسلك بقى وكل الكلام اللطيف ده. There we go. There we go. Perfect. شايفين طاسه نضفت ازاي؟ حلو جدا. ناخد بقى اللسان العصفور اللي احنا سلقناها خمصناها وبعد كده سلقناها نحطها جوه يا دوب برضو ايه، لو عندكم شويه عصير الزيتون حطوها جوه، مش لازم هي كانت معانا فايه حطيته تمام. عايزين بس ايه نخلي الايه اللسان العصفور والسجق والزيتون يتعرفوا على بعض شويه. يعني ايه يتعرفوا على بعض؟ ان هما كلهم يخشوا مع بعض يبقوا عيله واحده كده تمام. ما هي دي الحشو، دي اللي هحشيها، ده الميكس اللي انا هدخلها جوه الايه الفلفل. طيب كده ده بيرفكت. نرص الاساتذه هنا جوه. جميل. معلقه. بعد كده ايه؟ نقعد نركب، نقعد نحشي واحده واحده. لو في شوية من الحشو وقع بره يعني متقلقوش خالص يعني، ها عادي.
طبعا الحشو اللي احنا عملناه يكفي مثلا، ممكن يكفي من الحجم ده، ممكن يكفي مثلا بتاع 7 فلفل. لو الحجم ده ممكن يكفي 4 بالحجم الكبير ده. تمام. طيب يبقى الحشو اللي اتبقى معايا ده ممكن نحتفظ بيه ونحشيه في ونحطه في الفريزر زي من اللحم المعصجه بالظبط، ونشغله في الايه في الغدوه اللي بعديها. طيب هنا بقى نعمل ايه؟ ده هيخش الفرن، نديله شويه مرقه. تمام. عشان ايه اللي نايف؟ ايه من المكونات اللي احنا دخلناها؟ الحاجه الوحيده اللي نايه للفلفل. انا عايز اطبخ الفلفل، عايز الفلفل ايه تستوي. عشان ما يستويش على الناشف كده، لا انا بديله شويه ميه او سائل عشان ايه يستوي بسرعه، وبعد كده ياخد برده طعم. فرن على 180. جميل. هنسيبه جوه مثلا بنتكلم في 20 25 دقيقه لغايه ما نحس ان شو اسمه ان الفلفل محشي. انتوا عارفين منظر الفلفل لما هو بيبقى في المحشي عامل ازاي. نطلع فاصل، لما نرجع من الفاصل هنعمل سمك سامن، سامن ستيك، ناخدها بان سيرد. هنعمل مراجعه على البان سيرنج، بس انا عايز اقدمها مع صلصه مختلفه شويه، صلصه بالمانجا. اشوفكم كمان شويه. رجعنا من الفاصل وهنبتدي في السمك اللي بالمانجا ده. يعني ايه وسام سمك بالمانجا؟ طيب قبل ما نيجي لحته سمك بالمانجا هشرح لكم ايه تاني في الموضوع ممكن يقرب الفكره في دماغكم شويه. اللي قدامنا سمك سالمون بالجلد، انا هنشيل الجلد، هفكركم ازاي بنشيل الجلد. وعندنا مانجا، في مانجا اللي احنا الكبير المصفر ده اللي احنا متعودين نشوفه. المحمر ده اللي هو المانجا الامريكاني، لطيف برضو. النقطة لما احنا نيجي ننقي المانجا نحاول نجيب مانجا اللي مش مستوي قوي، احنا عايزينه يبقى ناشف. هتعرفوا ليه واحنا شغالين. في شطة وليمون، اللي بيحب الشطة وليمون، وبعدين في بصلاية. الاخوة دول هيلعبوا مع بعض في هيئة صلصة. صلصة يعني عبارة عن مكونات مع بعض، زي الصوصي بيفيرج. فاكرين الصوصي بيفيرج لما عملناها مع بعض؟ نفس الفكرة، بس هنعملها بالشطة والليمون والمانجا. ناخد أول حاجة اللي هي الإيه؟ السامن. عايز أشيل الجلد. دي ناحية الديل، ده كان ناحية الراس. طبعًا الناحية التانية اشتغلناها. تمام؟ هفتح. تمام. هبين بس الجلد، بعد كده همسك الجلد. عايز امسك الجلد، انا عايزه يبقى ايه مشدود. تمام. ومبين السكينه لتحت، فانا يا دوب بسلك السكينه بين اللحمه وبين الايه الجلد. بيطلع معانا الجلد منظر ده، مفيش لحمه كتير عليها فما حضرناش. ده زي ما هو كده تاخد كده يتعمل له رول ويترمي. تمام. بقى معانا اللحمه بتاعت السلمون، هنشيل بس الايه ننضف الدبريهات الحاليه. انا ليه نقلته بس من البلانش؟ عشان القشر ده انا مش عايزه يبقى يجي على اللحمه. تمام. فده هشيله على جنب، البلانش دي خلاص قامت بالواجب. طبعا لو عايزين تهربوا من موضوع القش يبقى نضفوا القش على من السمكه قبل ما تستخدموها. طلع بلانشه ثانيه ونرجع نشتغل. تمام. هقطع دول ستيكس او شرايح كده نقدر ان احنا نتعامل بيها بشكل لطيف. تمام. ادي كده مثلا ايه ادي كده حته واحده كده دي لذيذه. تمام. هات واحدة كمان زيها.
لطيف. اخر واحده يلا بينا. الحاجات اللي اتبقت دي ما تترميش، دي تتقطع ونتعمل بيها مثلا، تتحط مع شويه بطاطس مسلوق، شويه فلفل اخضر وكده، وتتعمل كانها كفته وتتحمر على الطاسه، تبقى برضو لذيذه جدا، لو بالذات لو عملناها مع مايونيز اللي هو الروي، عملناها زمان جدا مع بعض. تمام، فارجعوا شوفوا الوصفه، ممكن تشوفوا الحلقه على اليوتيوب، الحلقات القديمه يعني، كل الحلقات القديمه بتاعت كل البرامج على اليوتيوب، ومعظم الوصفات، واحنا دايما بنحدث الوصفات على الموقع بتاع القناه cbc.com. اوكي طيب، نرجع لموضوعنا. في هنا طاسه تيفال، انا بحب الطاسات التيفال، او الطاسات اللي هي نون ستيك، بما يقال عليهم نون ستيك، ما بيلزقوش، او المانع لللزق، بالذات في السمك عشان السمك ما يلزقش بس. تمام طيب، انا هبتدي بس هرمي السمن جوه. ادي كده شويه زيت زيتون على هنا، ملح، مش هنحط فلفل. تمام، اول ما الزيت يسخن ومنزل الستيكس. طيب دول بقى على جنب، خلينا نتكلم بقى في نعمل الصلصة، اللي هو ده اللي بيحيي بقى الطبق. تمام، اوكي، ادي المانجا السكينة دي، تمام، هنفتح بالطول. تمام، ونمسك الناحيتين ويدوب ايه، نلفها كده، يطلع معانا ناحية بالبزر وناحية باللحمة. لو في شوية لحمة زي دي ايه طلعت معانا، يدوب نشيلها بزكينة، لان احنا عايزين المنظر ده. تمام، المنظر ده نعمل فيه ايه، هوريكم مع المانجا برضو التاني ده، عايزين نقطعه مكعبات. تمام، فانتوا دلوقتي تفهموا ليه انا بقول لكم ما تجيبوهاش مستوية قوي، عشان ما يعجنش منكم ايه وانتوا بتقطعوا فيها. تمام، لازم يبقى ليها المقصود ان احنا عايزين مانجا، مش المانجا، المانجا قبل ما يستوي بيبقى مزز شويه، انا عايز المزازه دي، احنا وسن طبعا الموضوع السكر اللي فيها، بس انا عايز مزازه اكتر من عصير مانجا يعني اللي بيبقى فيها سكر كتير يعني. تمام، ناخد مانجا، شويه مانجا اهو، ناخد المانجا اللي هو الامريكاني ده برضو نفس الفكره، نيجي من الجنب داير ما يدور، نمسك ايه، يلا بينا، there we go، ونطلع الموضوع. الناحيه دي نقسمها اتنين، وكأننا بنعمل بنطلع الجلد من الطريقه اللي قلت لكم عليها، طريقه الغش بتاع ان احنا نطلع الجلد من الطماطم، نيجي من الطرف ونخليها تبقى فلات على قد ما نقدر شريحه المانجا، ونجري السكينه بين الجلد واللحمه بس، ويطلع معانا الجلد اهي، مفيهاش اي لحمه خالص، ويطلع معانا اللحمه كلها، ودي عشان ناشفة شوية هنقدر نطلعها مكعبات أسهل. زيت سخن، الناحية اللي عليها ملح دي اللي تنزل الأول، ونكمل
نرجع تاني اهو نفس الفكرة، بجري السكينة بين الجلد واللحمة كأني بطلع الجلد من السلمون، هي نفس الفكرة نفس التكنيك، بس ده كان سمك وده فاكهة. تمام اهو جلد طالع، مفيش حد، ما عندناش شوادر ولا اي حاجة من الحاجات دي. تمام طلع لف 90 درجة، قطع مكعبات. طيب هنيجي نبص على عايز اقول لكم حاجة على السامن نفسه، تعرفوا ازاي ان هو مستوي او امتى اعرف ان هو بدأ يستوي؟ لو انا جيت من الجنب بصيت هنا هلاقي لون اللحمة الناية هي اللي فوق، ولون اللحمة السالمون المستوية هي اللي تحت، المستوي بيبقى مبيض شوية. تمام لما يوصل قبل يعني ده كده لسه ما حصلش النص او مقرب على النص، لما يعدي النص بحاجه بسيطه ساعتها نقلب الناحيه الثانيه، مش هتاخد وقت كتير زي الناحيه الاولانيه. انا عايز الناحيه الاولانيه يبقى عليها هارد سير، انا عايز اللون البني المكرمل اللطيف. تمام نبص على الفرن، ريحه بدات تطلع، شايفين ان انا شايف دلوقتي ان الفلفل بدأت ايه تطرى شوية، بدأت تطرى شوية بالذات باينة من حرفها من الاطراف بتاعتها باينة جدا. تمام لكن ده قدامه لسه برضو زي ما اقول هو بياخد من 20 ل 25 دقيقة. استنى عليه شوية نرجع. سمك اخباره ايه؟ تمام عديت انت النص، يلا بينا. بيرفكت بيرفكت، هو ده انا ممكن اشيله من على النار والنار اللي جوه في الطاسه هي اللي تكمل تسويه. السمك ما ينفعش يبقى well done، يعني السمك من النوع اللي فيها السمكه اللي فيها دهن كتير، فلو سويناها بزياده الدهن ده كل ده هيسيح بره ويتبقى معانا حاجه ناشفه جدا. طب ما نشتري تونه في علب يعني. تمام لو احنا جايبين سامن وخدنا الوقت ان احنا نخليها ونظبطها ومش عارف ايه وكده، يبقى نديها حقها في الايه في الطبيخ ونطلع سامن مطبوخ صح. اوكي وهي دي الطريقه اللي هي تتعمل صح. فانا ايه طفيت النار وهركنها هنا يا دوب على ان هو يكمل بس التسويه على نار هادي خالص، وانا عقبال ما انا ايه اكمل في الصلصه. طيب فلفل فلفل، ليه الفلفل حامي؟ حامي ليه؟ عشان الايه الكابسايسن اللي اتكلمت فيه. كابسايسن ده متركز فين؟ في الحتة البيضه واللي عند الايه البذر. تمام الحته اللي في النص دي ده اكتر تركيز للكابسايسن، الحاجه اللي بتخليها الشطه يعني الحاجات المشطشطه، هو ده الضلع اللي ايه ماشي في النص. احنا عايزين نطلع الضلع ده، فبطرف السكينه يدوب نكحت بس ايه نعرف نطلعها. هل طبعا ده هيفضل برضو حامي شوية؟ اه هيفضل حامي بس مش درجة ان هو ايه، لا هات مثلا 3 لتر زبادي عشان اعرف اعيش حياتي يعني، لا يعني ده لطيف. تمام ده هناخده بقى ايه قطعه شرايح، بعد كده ايه لفه 90 درجة وعايزين نقطعه حاجات صغيرة خالص. تمام انا مش محتاج كتير، انا محتاج ربع الفلفل، ربع الفلفلية نفسها بس، لو كملنا وقطعنا الباقي ما يترميش برضو، حطه في التلاجة، سقطه في شوية زيت، سقطه في شوية زيت يدي شوية طعم للزيت ونقدر ايه نشغله يعني بعد كده، بدل ما يبوظ يعني، بدل ما استخدم انا ربع فلفلية، لا انا كده استخدمت الفلفله كلها بس في ايه في كذا طبق يعني. تمام ممكن نزود انا حبه صغيرين كمان، خلينا نص فلفل، يلا بينا نص فلفلايه. وهو ده الطبيخ يعني، انا بديكوا وصفه انتوا تعملوها في البيت وتزودوا او تنقصوا فيها زي ما انتوا عايزين، بس الطبيخ ان انت ازاي تطبخ حته سمكه، ازاي تقطع، وازاي ان انت
تقيم احط انا شطه قد ايه. تمام، لسه ما حطيناش ملح ولا فلفل على الكلام ده، وهذا اللي هيحصل قريب. تمام اهو، يلا بينا. طيب بصل، بصل هنفرمه، احنا عارفين نفرم البصل ازاي صح؟ ده بصل ابيض، ابيض قوي. تمام، لو مفيش بصل ابيض ممكن نستخدم كرات، ممكن نستخدم بصل احمر، يعني ايه انا عايز طعم المبصل ده. بس حلو حلو الكميه دول. كله مكعبات في مكعبات. تمام، نيجي بقى للدريسنج. انا عايز حاجه، في حاجه لازم تجمع كل الناس دي مع بعض. احنا هنعمل دريسنج خفيف اللي هو عباره عن ناخد ليمونه، تمام، نعصرها، جميل، وحط قد الليمون 3 مرات زيت. ده الدريسنج، ده الفينيجريت الطبيعي يعني. اوكي، تبله طبعا ملح وفلفل، ادي كده فلفل، ادي كده ملح، ملح. تمام، زيت زيتون قدها 3 مرات بالويم كده، هو ده ايه اداها 3 مرات بالويم كده. مضرب سلك ويسك، ودوب نعمل استحلاب بين الاثنين. ننزل على الشباب كده، يدوب بس نجمع دول مع بعض. حلو قوي كده، احنا ايه خلصنا. معلش خمسه بقى نضافه، معلش عشان البيز الصغير ده بينرفزني. اوكي اوكي اوكي، طبقك فين يا وسام؟ اهو. نبتدي الاول بقى، احط شويه الصلصة في النص، wonderful brilliant brilliant brilliant. نركب الايه السلم، سهلة جدا. سمك السلمون مع الصلصه من المانجا والفلفل، المانجا والفلفل الحامي والبصل. تمام، هعمل انا طبق تاني برضو، ايه واي نوت. دي بقى بس انا هلعب برزنتيشن، او هغير بس في البرزنتيشن نفس الحاجات، البرزنتيشن يبقى مختلف شويه، المنظر على الطبق، عشان تعرفوا ان الطبق الواحد بنفس المكونات ممكن يطلع بكذا شكل. انا ليه عملته كده؟ عشان انا بحب الحتة الفاضية في الاطباق، ما بحبش اعمل الطبق بزيادة. نشوف الاستاذ اللي في الفرن. طيب نفتح، perfection
بالنسبه لي هايل. الريحه اللي طالعه تحفه. احنا ما حطيناش ملح، فليه؟ لان السجق ممكن يبقى مالح شويه، والمرقه ممكن تبقى مالحه، فخلي بالكم من موضوع الملح بالذات لما تيجي تستخدموا الـ 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 السجق في الحشو نفسها. حلقه كده خلصت، بقى سهله، بقى لذيذه. هشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. keep on cooking، واستمروا في الطبيخ.